انا عاليه، هنعمل النهارده بسيمه او كيكه جوز هند، وهستخدم بوتاجاز لجرمانيا مودرنا. الكيكه دي فكره حلوه قوي للفطار وفيها تويست صغير في الشربات اللي هنعمله. هنسخن الفرن على 4 او درجه حراره 180 عبال ما نجهز الشربات. هنعمل الشربات على نار هاديه عشان السكر ما يتحرقش. بوتاجاز لجرمانيا فيه عازل حراري صديق للبيئه، وكمان ازاز باب البوتاجاز من طبقتين، فبيساعد على عزل اكتر لحراره الفرن، وده بيخليني اعمل الشربات من فوق والفرن شغال من غير ما احس بحراره عاليه او اكون متضايقه. بعد ما الشربات يتخن بنشيله من على النار، واول ما يهدى بنحط ميه ورد وبنحط لبن كوندنسد او لبن مكثف ونقلبه كويس ونسيبه على جنب. هنحط في العجان كل المقادير السايلة الأول، وبعدين بعد كده المقادير الناشفة. هنعجن كويس لحد ما القوام بتاعها يبقى كريمي، وبعد كده بنزود الجوز هند في الاخر وبنعجن عجنة كمان. بعد كده هنحط عجينة الكيكة في الصينية وهندخلها الفرن. هنشغل مروحة التوزيع، فالكيكة كلها هتاخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه، وبعد حوالي 30 او 40 دقيقة هنطلعها من الفرن. بعد ما الكيكة تبرد شوية هنعمل فيها خروم صغيرة عشان ما نحط شربات عليها تشرب الشربات كله. الكيكة دي مش مسكرة خالص، فالكوندنسد ميلك اللي في الشربات هو ده اللي بيعمل لها البالانس بتاعها في السويتنس، او ان هي تبقى حلوة بس مش مسكرة قوي. وبالهنا والشفا. لا جرمانيا The Kitchen Genius.